رئيس حزب الإصلاح والنهضة من أذهب مباشرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بتحديد من نيويورك. ينضم إلينا عبر الزوم السفير ماجد عبد الفتاح، المندوب الدائم للجامعة العربية بالأمم المتحدة. سعادة السفير، أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بك يا منال. يعني من موقع حضرتك كمندوب دائم للجامعة العربية داخل الأمم المتحدة، كيف تقرأ الوضع والتطورات التي حدثت خلال ال 24 ساعة الماضية، سواء على صعيد تهديد بعمليات عسكرية ومجازر داخل رفح، ردود الفعل الأمريكية، المفاوضات الجارية في القاهرة؟ أولا بالنسبة للمفاوضات الجارية في القاهرة، هناك شعور كبير بالتقدير في الأمم المتحدة وأوساطها متكاملة للدور المصري والدور القطري في قيادة هذه المفاوضات المضنية لعدد من الاعتبارات. الاعتبار الأول والأهم هو أن الموقف الأمريكي بيقوم على أن إحنا التوصل إلى وقف إطلاق النار يعتمد على هذه المفاوضات، وبالتالي فإن مصر وقطر في إيدهم مفتاح الحل لهذا الموضوع. بيرفض الجانب الأمريكي أي مشروع قرار مطروح في مجلس الأمن ينص على وقف إطلاق النار ما لم يتم الاتفاق عليه ما بين الأطراف خارج الإطار وبالوساطة، عشان يضمنوا أنه عملية تبادل الأسرى وتبادل الرهائن، ويتم ضمان أنه بيتم بدون ضغوط داخلية في الأمم المتحدة، لأن الولايات المتحدة وإسرائيل الاثنين بيتكلموا على أن الأمم المتحدة بتضغط زيادة عن اللزوم على إسرائيل، بينما الأمم المتحدة بتلتزم بالقواعد والإجراءات الدولية والاتفاقيات والمعاهدات المتفق عليها ما بين كافة الدول الأعضاء بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل. وبالتالي التقدير الكبير لكل الجهود المصرية في هذا المجال. نعم التعامل في الأمم المتحدة على نعم تفضل. تفضل. الأمم المتحدة، حضرتك ذكرت التعامل الأمم المتحدة والتعامل، يمكن ردود الفعل الدولية منذ فكرة اجتياح رفح الفلسطينية كان آخرها الأمين العام للأمم المتحدة حذر بشكل واضح وصريح من عواقب مدمرة لاجتياح رفح، وأكد أنه هيكون له تأثير مزعزع على استقرار المنطقة. ردود الفعل بقى داخل أروقة الأمم المتحدة لهذه التطورات، هذه التطورات بتثير قلق عميق داخل الأمم المتحدة، وهذا القلق بالطبع أنه هذا قلق ليس فقط قاصر على الدول العربية ولكنه من كافة المجموعات الإقليمية. وبناء على ذلك تم التنسيق امبارح أول امبارح أولا يوم الاثنين ما بين فرنسا، وهي دولة عظمى ودولة كبرى ولها مواقفها في هذا الموضوع، والمجموعة العربية ممثلة في الجزائر، وتم طلب عقد جلسة مشاورات غير رسمية في مجلس الأمن تحت غطاء مناقشة مشروع القرار الفرنسي اللي كانت تقدم من في أواخر شهر مارس، واللي كان لسه بيجري مفاوضات حوله، والولايات المتحدة لا تريد أن تنخرط في المفاوضات حول هذا المشروع. تم اتخاذ هذا الغطاء علشان خاطر نناقش تطورات الوضع الأخيرة اللي حصل في رفح والقصف الإسرائيلي المتتالي لأهلنا في منطقة رفح. بعد المناقشات اقترحت الدول الأفريقية الثلاثة موزمبيق والجزائر وسيراليون ومعاهم غويانا إصدار بيان صحفي يناشد إسرائيل بعدم قصف رفح وبعدم اقتحام رفح، وبيتفق مع الآراء الدولية اللي تم الإعراب عنها من قبل بناء على طلب من المجموعة العربية، سواء كان في قرارات مجلس الأمن 2712 2720، بل وبيشدد على ضرورة الوصول إلى وقف إطلاق النار في القرار اللي صدر بالقرار 2728. للأسف الشديد أن الولايات المتحدة اعترضت على إصدار أي تقييم للموقف في هذه المرحلة على أساس أنه ده هيؤثر على المفاوضات الجارية في القاهرة حول التوصل للتوافق حول التبادل الأسرى وحول هدنة إنسانية لمدة محدودة، أظن 6 أسابيع أو حاجة، وبالتالي لابد أن احنا ما نطلعش حاجة هنا من الأمم المتحدة تؤثر على هذا الموضوع. نعم. طيب سيبنا ده. نعم. امبارح الجزائر طلبت أيضا بناء على طلب من المجموعة العربية جلسة أخرى لمجلس الأمن.
جلسه مغلقه، كل دي بتتم في جلسات مشاورات مغلقه. وطلبت انه يجي المفوض السامي للامين العام لحقوق الانسان فولكر ترك، ومعاه المقرره الخاصه للقضيه الفلسطينيه البانس، علشان يتكلموا على ايه؟ عشان نتكلم على الماس جريفز، القبور الجماعيه اللي تم اكتشافها جنب مستشفى شفا وجنب مستشفى ناصر، واللي تم اكتشاف واحد جديد ليها النهارده كمان. وبالتالي جرت مناقشه في داخل المجلس. للاسف برضو الجزائر اقترحت ايضا يكون في رد فعل من المجلس، وللاسف هناك معارضه امريكيه للاجراء تحقيق دولي تحت اشراف الامم المتحده شفاف. ليه؟ لان هناك تحقيق اجرته اسرائيل، وان كنا لم تبلغ الامم المتحده بنتائج هذا التحقيق. واصلا فكره انه هذا، اعتقد يعني سعاده السفير، انه هذا غير قانوني، انه يكون انت المشكو في حقه وانت الجاني، وفي نفس الوقت الجاني هو اللي بيجري التحقيق. يعني كيف يعقل حتى طرح هذه البديهيات داخل اروقه المفروض انها اعلى واكبر منظمه في العالم وهي الامم المتحده؟ فكل هذا العبث الذي يجري، لانه اكيد حضرتك يعني اكيد ردود الفعل حتى جوه العاقلين داخل المجلس فكره انه كل هذا العبث الذي يحدث داخل الامم المتحده من اقتراحات ترفض بسبب فيتو امريكي او بسبب الاعتراضات الامريكيه، اقتراحات اسرائيليه خارج العقل والمنطق، ردود الفعل بتكون ازاي؟ لا، ردود الفعل احنا بقى على مستوانا العربي احنا مستمرين في التيار اللي احنا ماشيين فيه، ان احنا واخدين التحدي بقدر كبير من الجدية. اولا بنزود عدد الدول المعترفة بدولة فلسطين، يعني لغاية الاربع دول من دول امريكا اللاتينية اعترفوا في خلال الاسبوع الماضي بناء على جهود مكثفة قمنا بها هنا، وقامت بها لجنة الحقوق غير القابضة للتصرف للشعب الفلسطيني بالزيارات الى هذه الدول، وتم الحصول على اعتراف رسمي منها بدولة فلسطين. هناك حديث عن أن هناك قبل القمة العربية يوم 16 هيكون هناك اعتراف من 4 أو 5 دول أوروبية من الدول الحليفة للولايات المتحدة تعترف بدولة فلسطين. مقدمين مشروع قرار في الدورة المستأنفة 10 للجمعية العامة اللي هيعقد يوم الجمعة الصبح، بيقر ويؤكد في الجمعية العامة أن دولة فلسطين مستوفاة لكافة الشروط المؤهلة لعضويتها في الأمم المتحدة بموجب المادة الرابعة من الميثاق، وبيطلب من مجلس الأمن إعادة النظر في الموضوع في التقرير اللي قدمه اللي ما كانش فيه عليه توافق نتيجة الفيتو الأمريكي اللي تم استخدامه يوم 18 إبريل. وبالتالي الضغط، بنضغط في اتجاه أنه يبقى عندنا لهذا المشروع 150 160 170 صوت يبقوا يقولوا لمجلس الامن وبيقولوا للولايات المتحده فلسطين تستحق انها تبقى دوله عضو في الامم المتحده. بالاضافه الى كده بقى اخر نقطه في القرار ده، ان احنا بندي فلسطين عدد من الحقوق الاضافيه. هي دلوقتي فلسطين دوله مراقب، وده بموجب قرار من الجمعيه العامه حصل على 138 صوت في سنه 2012، يعني هي واخده صفه الدوله وصفة المراقب في نفس الوقت. ولكن هنزود بقى عليها ان فلسطين بدل ما هتقعد مع المراقبين فوق معايا، يعني هتقعد دلوقتي ضمن الدول الاعضاء ضمن ترتيبها الابجدي. هندي فلسطين حق الرد على مندوب اسرائيل وعلى اي ادعاءات يتم استخدامها ضد السلطه الفلسطينيه. هنديها عدد اضافي من الحقوق التي لا يحصل عليها الا الدول الاعضاء في المنظمه بموجب قرار من الجمعيه العامه. ذلك في معانا في التحدي برضه للقرار الامريكي باستخدام الفيتو، يقول لا مش هندي فلسطين الصفه عضويه الامم المتحده الا لما يتم التوصل لاتفاقات على عمليه السلام في منطقه الشرق الاوسط. احنا بنقول فلسطين تخش تبقى دوله عضو، تتفاوض مع دوله اسرائيل بموجب نديه كامله، وما زال العالم العربي متمسك بمبادرة السلام العربية بتاع سنة 2002، كلنا مستعدين نطبع ونعمل علاقات، ولكن تقام دولة فلسطين دولة مستقلة ذات سيادة على حدود 4 يونيو. سعادة سفير، كل التصريحات الآتية من الأمم المتحدة سواء على لسان الأمين العام للأمم المتحدة أو على يعني تصريحات المسؤولين
والفاعلين داخل هذه المنظمة تتحدث عن أنه إذا ما استمر النهج الإسرائيلي بهذا الشكل، إذا ما اقتحمت إسرائيل رفح الفلسطينية، إذا ما أضيفت مجازر جديدة وما إلى آخره من هذه التصريحات، دائما بيبقى الختام يعني هذه التصريحات بأنه ده هيؤدي إلى خطورة شديدة وإلى تفاقم الوضع في منطقة الشرق الأوسط، وأنه قد يخرج الوضع عن السيطرة. كيف تقرأ هذه التصريحات من قبل المسؤولين الأمميين، وماذا يعني تخرج عن السيطرة من وجهة نظرهم؟ تخرج عن السيطرة من وجهة نظر المتحدثين هنا في الأمم المتحدة معناها قيام حرب إقليمية، إنه إسرائيل تعمل حركة استفزازية تجاه أي من الدول اللي بينها وبينها اتفاقية سلام تقود إلى عمليات عسكرية، إنه يحصل دفع للفلسطينيين في اتجاه عبور الحدود في اتجاه أو آخر يؤدي إلى إخلال بوضع السلم والأمن الدوليين والإقليميين، وبالتالي ده اللي بتخشى منه الأمم المتحدة في المنطقة في المرحلة القادمة. ولكن هناك تحركات أخرى، بالإضافة للموضوع العضوية هناك تحركات أخرى لمواجهة ذلك. هذه التحركات احنا بنشتغل في المجموعة العربية مع مجموعة عدم الانحياز ومع المجموعة الإسلامية على مطالبة الدول الأعضاء بعدد من المطالب الرئيسية للتصدي للتصالح وللتعنت الإسرائيلي في المرحلة الأخيرة، منها أولا عدم تزويد إسرائيل بالأسلحة. طبعا انت متابعه الدعوه اللي رفعتها نيكاراجوا امام محكمه العدل الدوليه ضد المانيا، بتقول انه المانيا الاسلحه اللي تديها المانيا لاسرائيل بيتم استخدامها لارتكاب جريمه الاباده الجماعيه. المانيا تاني المحكمه مصدر يمكن للسلاح بعد الولايات المتحده الامريكيه، تاني دوله تصدر بالظبط السلاح الى اسرائيل بعد امريكا. وبالتالي اولا دي نقطه، وشايفين نتائج بدات تحصل في هذه المرحله في حكم محكمة ألمانية. هو نيكاراجوا ما راحتش كده من 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 فراغ، في حكم محكمة ألمانية زي ما في حكم من محكمة هولندية، زي ما في حكم من محكمة بلجيكية، زي ما في قرارات أخرى من دول أخرى هتنفذ هذا الحظر. وبالتالي احنا بنناشد المجتمع الدولي إنه يوسع نطاق هذا الحظر عشان يحول دون دخول في أزمة إقليمية، وبنطالب المجتمع الدولي ان هو يفرض عقوبات على مستوطنين زي الولايات المتحده ما فرضت عقوبات على بعض المستوطنين، بنطالب بحظر استيراد منتجات المستوطنات. ويمكن في اخيرا اخبار عن ان الولايات المتحده قررت منع تزويد اسرائيل بانماط محدده من الاسلحه في اطار الصراع القائم ما بين الايرادات الامريكيه والاسرائيليه، في شد وجذب كده، ففي شويه قدر من ولكن النهارده شفنا في الكونجرس وزير الدفاع الامريكي بيتم استجوابه بقسوه، ازاي تقدروا تمنعوا السلاح عن اسرائيل؟ بنشوف برضو كمان الرسائل اللي بتطلع من الكونجرس الامريكي، بتطلع رساله ماضي عليها 25 عضو كونجرس بتهدد المدعي العام للمحكمه الجنائيه الدوليه انه لو فرض اي حاجه او لو حاول انه يتهم نتنياهو او اي من قيادات اسرائيل بأي من الاتهامات الواردة في ميثاق المحكمة، إن هو وعيلته وأعضاء المحكمة وعائلتهم هيتحطوا تحت العقوبات الأمريكية. ما شفناش هذا الكلام يعني في 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 تاريخ طويل. انقلب أنا السحر على بتكلم الساحر، أنت يعني هذا الوحش يعني اللي ربته وغذته يعني الولايات المتحدة الأمريكية سينقلب بشكل أو بآخر. صحيح. العام الانتخابي هي دي نعم الإرهاصات اللي بنشوفها في كل عام انتخابي، ولكن بتيجي في بعض الاعوام الانتخابيه. يعني مثلا كلينتون سنه 2000 جه في العام الانتخابي وقدم ورقه عمل اللي هي اتعمل بناء عليها مؤتمر شرم الشيخ، مؤتمر البيس ميكرز سنه 2000، واللي بناء عليها اتعملت كامب ديفيد 2 اللي راح فيها الرئيس عرفات وباراك رئيس وزراء اسرائيل، واللي كان على وشك انه يوصل الى اتفاقات محدده ولكن وقف موضوع القدس في سبيل التوصل لاتفاق. وانا كنت حاضر في هذه الموضوعات لان كنت شغال مع الرئيس مبارك في ذلك الوقت. انما الرئاسه الحاليه اللي موجوده بتتلمس طريقها في اتجاه دعم اسرائيل. نعم. زي ما بالظبط رئيس الوزراء الاسرائيلي اللي خايف انه يخش المحكمه، واللي خايف انه هو خايف يخش من في اصطدام الملاحقه مع الجنائيه. بالظبط، واللي خايف يخش في اصطدام مع حكومه متطرفه بحيث هتنهار، وبالتالي
هينتهي مستقبله السياسي بناء على ايه؟ وسينتهي الناس يعني كده. آجلا أم عاجلا. طبعا بشكر حضرتك شكرا جزيلا سعادة سفير ماجد عبد الفتاح المندوب الدائم لجماعة الدول العربية بالأمم المتحدة، كان معنا عبر زوم من نيويورك.